بدأوا يدرسون المثال التونسي في مؤسسات البحوث والدراسات، كما لا شك كذلك أنهم سيراجعون عديد المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي منذ عشرات العقود. برا فرغوا خزائن الدولة لمدة عشرات السنين، فرغوا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وأن أحترم دستورها. وحتى الدستور اللي عملوه بتاعهم هو لتفجير الدولة. لرئيس الدولة هو أن يكون دائما ساهرا على احترام دستورها. عملوا دستور كما حبوه باش يفكوا به الدولة. أنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون. لا مجال، بالنسبة للناس اللي تعبث بقوة التونسيين وبسيادة التونسيين، لا مجال وأن نتركهم يعبثوا بالدولة التونسية. لم يكتفي الشعب التونسي في هذه الأيام الخالدة بدولة القانون، بل تحول إلى مجتمع القانون، الكل حريص على فرض احترامه حتى الأطفال. هو المفروض القضاء، والقضاء زاد اليوم يلزم يلعب دوره في محاكمة هؤلاء الذين لا دين لهم. والقضاء ولديكم من المعلومات ما يكفي لتجريم هؤلاء، وعلى القضاء والنيابة العمومية أن تقوم بدورها. لرئيس الدولة عليه أن يكون جامعا للجميع، وعليه أن يعلوه فوق كل الصراعات الظرفية والضيقة. اليوم ما رأى نتوجه من خلالكم إلى التونسيين، وأن تونس بقواتها المسلحة العسكرية والأمنية وبكل قواتها الوطنية وبالشعب التونسي ستتصدى لها.